الحقيقة أن المرأة هي شقيقة الرجل، المرأة شقيقة الرجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، يعني الست بتقوم بدور نفس الدور اللي بيقوم به الرجل. كل واحد له دور في هذه الحياة وهو مسؤول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمسؤولية دي دليل على إيه؟ دليل على التكريم. مسؤولية المرأة أنها لها دور كبير، وإلا ما أولاها الإسلام هذه الأهمية وهذه المسؤولية. كذلك الرجل له المسؤولية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فجعل الرجل راع وجعل المرأة راعية، فكلاهما يشتركان ويقتسمان هذه المسؤولية. فلا يمكن أبدا أن يقول إنسان أن المرأة لا تشارك الرجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه هو الذي قال ذلك وبين لنا أن لها دور. فإذا الإنسان اللي بيحاول يهمش دور المرأة أو يجعل المرأة ليست لها الدور الكبير هذا، فهذا إنسان لم يعرف فقه الشريعة يعني فقها صحيحا، ولم يدرس أمور الشرع دراسة صحيحة، بل أخذ يعني كلمة من هنا وكلمة من هناك وغابت عنه أشياء كثيرة لا يدركها. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا كده النساء شقائق الرجال، ويقول والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فده بيبين أن المرأة لها مسؤولية كبيرة. أيضا إزاي نعرف أن المرأة لها مسؤولية؟ الأم هي التي تربي وتصنع الأجيال، وقد قالوا أن الرجل لا يولد ولكن الرجل يصنع. يعني إحنا علشان نعمل رجال هؤلاء يحتاجون إلى صنعة ثقيلة. من الذي يقوم بأداء هذه الصنعة؟ من الذي له الدور الأكبر؟ الأم. المرأة هي التي تقوم بصناعة الرجال، لأن الرجل يتعب ويكد ويخرج خارج البيت كثيرا أكثر ربما من المرأة وكذا، لكن المعول عليه في التربية والتنشئة هو المرأة. فلذلك هي تقوم بصناعة ثقيلة ومهمة كبيرة تحتاج منا إلى أولا أن تشكر المرأة على هذا العمل وعلى هذا التعب، وأن تدعم المرأة بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن في التعامل معها، لأنها تؤدي دورا كبيرا. أي المرأة حينما تقوم بتربية الأبناء وتنشئ الأبناء هي بذلك تعبر عن الإيجابية الكاملة. هذه عندها إيجابية كاملة، وبتعبر إنها أكثر الناس إيجابية، لأنها بتصنع رجال، بتربي بنات تربية صالحة على تربية على أخلاق وعلى دين، فهي بذلك تقوم بمهمة كبيرة جدا. تخيل حضرتك والسادة المشاهدين لو أن المرأة غاب دورها عن التنشئة، ماذا يصنع الرجال؟ نعم. لا يستطيعون أبدا أن يقوموا بهذا بديلا عن المرأة. فإذا المرأة لها دور كبير، دور إيجابي، وهذا الدور هؤلاء الأولاد وهذه البنات هم الذين يمثلون المجتمع، لأن كل أسرة من الأسر أسرة بجوار أسرة تكون مجتمعا. فإذا كانت الأم هي التي تؤسس البذرة الأولى للأسرة، وهي التي تبنيها وترعاها بحبها وحنانها وشفقتها ورعايتها لأولادها من صغرهم حتى يكبروا، بل حتى بعد زواجهم، بل يعني الأم دائما يعني مع الأولاد والصلة. نعم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.